من تبع اسمه الأسطورة، من تبع اسمه الأسطورة، من أسوان للمامورة. يا ترى الفرق بين هشام هشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ والاتنين كانوا مع بعض في واحده واحده، الفرق بينهم ايه؟ حد منهم اتلخبط ممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدوله المصريه واهل مصر. ايه دي القضيه؟ قضيه الوعي. هو الفرق بين الايمان وعدم الايمان ايه؟ اتاسس على فهم حقيقي للقضيه، فاللي فهم كويس آمن. في النهاية أحمد مخلصش ولا انتهى، أحمد باقي إلى يوم الدين. وإن كان جسد أحمد بس هو اللي فنى، فأحمد روحه في الجنة وفي سينا، أحمد روحه موجودة في ملايين الأبطال اللي بيخافوا ربنا وبيراعوا ضميرهم وبيحبوا بلدهم.